فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو حديثنا على مقابلة المنتخب التونسي وفوزه ضد منتخب زامبيا. باش ناخذوا كلمة كلمة قبل من الأول، قبل ما ندخلوا في الديتاي أكثر تحاليل فنية، نبداو مع كمال. كيفاش شفت الماتش كمال؟ بون، شوف، انتصار مهم بالنسبة للمنتخب التونسي، 3 نقاط مهمين المشوار المنتخب. ممكن نجمو نحكيو أكثر على أداء، نجمو نحكيو أكثر على التغييرات اللي صارت في المنتخب، لكن في المباريات كما هذوما صحيح نقاط مهمة، في خاصة خارج الملعب متاعك. انتصار ثمين ان شاء الله نحاولوا ديما، شوف المنتخب ديما نحاولوا ديما نصلحوا، اهم شيء ما نخليوش الروح. احنا ما نقولوش فزنا على زامبيا في زامبيا وصلنا اوكي سي بون عملنا باركور باهي، لا، ديما نحاولوا، على خاطر فما اخطاء لازم نحاولوا نصلحوهم، ولو اخطاء نقفوا عليهم، وان شاء الله نشوفوا اداء احسن كي من المنتخب، على خاطر المنتخب خاصه عنده مجموعه طيبه من اللاعبين، فما لاعبين اللي يستحقوا يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه، فما لاعبين ريناهم اللي ممكن بعد شويه على المستوى نتاعهم. دونك ان شاء الله بالخدمه، وان شاء الله نحاولوا ديما نغزروا القدام. سامي، انا ما نغيرش الخطاب نتاعي والتحليل نتاعي، تكلمنا عليه المره اخرى، قلت لك وقتها يدخل فريق في تصفيات كاس العالم يلزمك تكون عندك نظره شامله، عندك معناتها النتيجه الانيه، عندك معناتها القيمه نتاع المنتخب هذايا قاعد يتطور مش قاعد يتطور، وبعد عندك شنيه معناتها الهدف نتاع الفريق هذايا. الهدف نتاع الفريق هذايا بالطبع ترشح لكاس العالم، مشينا ديجا 5 مرات نحن لكاس العالم، شنو هو الفريق هذايا قادر انه يقدم في كاس العالم؟ احنا اليوم في التصفيات الاولى، معناتها في تصفيات المجموعه مازالوا معناتها مباريات اخرين. التحليل ثم تحليل غير كروي اللي هو ممكن معناتها، وإذا سألتم الله فاسألوه البخت، واليوم كان عندنا البخت وربحنا 2 بشيء، بالرغم أنه الفريق الزامبي المتوسط جدا إذا ما نقولوش حاجة أخرى سيطر على 75% من المباراة. لكن فما نشوفوا اشترك اسمليان 6 نقاط في 2 مقابلات اليوم. أنا قلت لك معناتها ثم تحليل أولي، ثم النتيجة الآنية، ثم الترتيب نتاع الفريق الوطني التونسي 100% معناتها باش يتعدى من المجموعة نتاعو، كان ما يتعداش من المجموعة نتاعو كانت باش تكون كارثة. هو أنت قبل المقابلات قلت نجموا نتعداو نجموا ما نتعداوش. لا لا لا، هذه كلمة قلتها في البلاتو اللي فات. وقت نقول نجموا نتعداو نجموا ما نتعداوش، قلنا احنا أن الفريق هذايا بصفة عامة نقطة استفهام، ما نعرفوش شنو باش يكون المردود نتاعو، المردود نتاع اللاعبين وكل اللي انه قادر معناتها يسيطر على المجموعه نتاعو ويتعدى، نقطه استفهام على مستوى اللعب، يظهر لي كمال زعيم ولا حتى انت، حتى كان انت معناتها تحب تهاجمني مرات معناتها بصفه غير مباشره، مش تستفزني. لا لا، باش تستفزني، لكن مستوى اللعب للفريق الوطني التونسي في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه مش نتاع ان جراند افريك، معناتها بوتنسيال، مش الفريق هذايا يمشي يعمل مع معناتها ما احسن بكثير، لكن بالطبع هذه المجموعه معناتها مجموعه كي البطوله، عندك 2 مباريات ربحنا صحيح. بلا سؤال سامي، تفضل انت، تفضل يكون نجيبوا 6 نقاط مع اداء كما قلت انت محتشم، والا تفضل ما نجيبوا 2 ولا 3 منتخب لعب كوره ما نعرفش برشا ولا نتكلم؟ لا لا لا، اسلام، شوف هذايا معناتها السؤال ما يتطرحش معناتها، سامحني، ما يتطرحش بالطريقه هذه. بالطبع معناتها ليديال انه الفريق يلعب ومعناتها ويربح، لكن اللعب هذاك وطريقه اللعب والفريق هذايا يتطور ولا لا، هو باش يسمح للفريق هذايا انه يوصل الاهداف اخرى، والاهداف الاخرى باش نوصلوا لها نعرفوها، الاهداف الاخرى انه نمشيوا لكاس العالم واخيرا نتعداو معناتها، حتى كان ما نتعداوش نعملوا 3 مباريات باهيين، وماش معناتها في كاس افريقيا نكونوا في المجموعه الاخرانيه مش نجموا نربحوا كاس افريقيا، اللي هو معناتها مستحيل بالمستوى الحالي نتاع الفريق. لذا بالنسبه لي انا هذا مش سؤال، وكانه واحد شامت في الفريق، مش هدر تشامت، شوف المحب للفريق الوطني ورئيس الجامعة والمدرب والواحد وكل، المهمة متاعهم أنه يشجعوا الفريق هذايا، والمهمة متاعهم أنه يأزروا الفريق هذايا، والمهمة متاعهم أنصر أخاك، معناتها المبدأ متاعهم أنصر أخاك معناتها ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. احنا كصحفيين ولا كمحللين الدور متاعنا ان نقولوا شنو اللي شفنا. بالطبع
وإذا كان ثم نتيجة ما نجموش نقولوا مثلا مش نتيجة، لكن النتيجة يعرفوها المحبين والمدرب واللاعبين ورئيس الجامعة كلهم يعرفوهم. الدور متاعنا احنا أنا نقولوا هاو شنو اللي مشى وهاو شنو اللي مشاش، وباش يتطور الفريق هذايا هاو شنو اللي يلزم. هذا هو الدور متاعنا. وقت تتخلط الأدوار، المحب يحب روحه لاعب، واللاعب يحب روحه مدرب، ورئيس الجامعة يحب روحه صحافي، وقتها الأمور ما تمشيش، وهذاك الأمور اللي ماشيه. باهي كمل، قبل ما نسألك على اللي تاي تكنيك، نحب ناخذ رأيك في كلام سامي، شنو رأيك؟ شوف انت السؤال اللي سألته ممكن تجم تطرحه على كان نحكيه على منتخب آخر، يعني ما عندوش تاريخ، ما عندوش دي زوبجكتيف كبار، ما كان ما وصلش برشا للتصفيات كاس العالم، ما ترشحش. ممكن نجم نحكيه على منتخب آخر، لكن المنتخب نحكيه على المنتخب التونسي. تقول لي اوكي جبنا 6 نقاط باهين معك، لكن الأداء وقت اللي سامي يحكي على مبعد يعني حسب كان غلط سامي صحح لي، تحكي على مبعد يعني اوكي جبنا 6 نقاط وترشحنا مبعد، مناش نحسوا في عنا فريق يعني اللي نجموا نعملوا حاجه في كاس العالم، مناش عنا فريق نحسوا لفريق رزين في فوق الملعب. يعني ممكن نحكيه على موريتانيا يلوج على النقاط اكثر من اللي يلوج على الاداء، ويلوج على استابيليتي نتاع ليكيب، ويلوج على الافيكاسيتي في وسط المجموعه وعلى اللاعبين. لكن كي نحكيوا على المنتخب التونسي نحكيوا على منتخب لازم يكون فما الاداء وفما نتيجه وفما اهداف وفما فما فما اشياء كي تشوف الفريق يخليك مطمئن الفتره القادمه. دونك تحليلي، هذا تحليلي. اي رايك كمال فنيا اليوم نحكيوا على التشكيل الاساسي بتاع المقابله برابور الماتش اللي فات. شفنا زوج تغييرات، دخول حمزه المثلوثي مكان وجدي كشريده، دخول سيف الدين الجزيري كذلك مكان سيف الدين الخاوي. شنو رايك في زوج تغييرات هذه؟ بو انا شفت التغييرات اللي صاروا برابور المباراه الاولانيه بلوز اكيليبري المنتخب، يعني كي دخل المباراه يعني بالتغييرات اللي صاروا، على خاطر ما ننساوش المباراه اللي فاتت اللي ضيعنا 45 دقيقه كامله يعني ما كناش جاهزين ما كناش حاضرين. دونك المباراه هذه دخلنا اكثر إكيليبري، حمزة المثلوثي موجود، علي معلول على اليسار، في الوسط نيتي بيان، فما 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 لاعبين اللي عندهم إمكانيات وعندهم الشخصية اللي فوق الملعب اللي يجموا قادرين اللي يجموا يتحكموا في الكرة أكثر. كنا نجموا نعملوا ما أحسن، ضيعنا برشا كور، فما برشا بوكو ديشي تكنيك. سجلنا في 7 دقائق 8 دقائق سجلنا 9 دقائق على ضربة جزاء، ممكن كنا نجموا نعملوا أحسن من هكاك. كتشوف الكاليتي دي جوار اللي موجودة وتشوف اللاعبين خاصة فما لاعبين عندهم خبرة، دونك ممكن كنا نجموا نعملوا أحسن. لكن ديما أنا نقارن بالمباراة اللي فات، ديما نقارن الشوط الأولاني نقارن فيه بالشوط الأولاني متاع المباراة اللي فات، دي أحسن من المباراة اللي فات أنا نشوف. سامي شنو رايك في التشكيله؟ هل هما احسن 11 اليوم بداوا؟ وخاصه شنو رايك في التغييرات برابور الماتش اللي فات؟ لعبت برشا نداو بسيف الدين الجزيري، اليوم قينا اساسي سيف الدين الجزيري. شوف كما قال كمال وكنا نتكلموا قبيله في الاوف انا وكمال، انا وقت شفت التشكيله الاساسيه معناتها بكل صراحه كنت متفائل، كنت متفائل لانه ممكن من اللي جاء معناتها كبير الفريق الوطني، معناتها هذه معناتها التشكيله الاكثر توازن. كما قال لك عندك دو لاتيرو، عندك دو بون لاتيرو، عندك عندك تروا دومي، معناتها عندك معناتها عندك العيدوني وساسي وسخيري، عندك خزري، عندك عندك جزيري، معناتها نومينالمون لي زاتاكون موجودين لي دومي احسن 11. اي مش لا مش احسن، لا بعد ثم المباراه بعد ثم المباراه تجي في الاخر بكل بالنفس هذايا معناتها نقولوا نفس هجومي، عندك دو لاتيرو معناتها المثلوثي ومعلول، عندك دو زاتاكون القدام، عندك عندك خزري، عندك عند ما ثم زيرو اوكازيون دو بوت، صفر، ما ثم حتى فرصة تهديف للفريق الوطني، فرصة تاخذ من يوسف فهم. لا تي نحال الكارديان هي une seule occasion وقت تقول une seule occasion sur un match alors que nominalement احنا اللي نحكيوا عليها هذه قلنا انه ثم اكيليبر avec عندك معناتها deux arrières latéraux اللي ils peuvent attaquer، لكن تشوف وسط الميدان نتاعنا يلعب براتيكمون قدام الدفاع نتاعو،
ما ثم حتى كرياتيفيتي اوفنسيف وما ثم شوف لا ما ثم حتى سوتيان اوفنسيف حتى سوتيان اوفنسيف تتلوح الكره اما الجزيري اما الخزري اما فخر الدين وهذه التوصيات كانت واضحه للاتيرو ما يطلعوش لا بشوي بشوي وقتها ما يطلعوش للاتيرو ريزون دو بلوس انه لاعبي وسط الميدان يكون معناتها هما يمشيوا للمؤازره ويمشيوا للابوي ويخلقوا هما وينجموا هما يماركيو وقتها جزيري فيكسي ولا وقتها خزري فيكسي ولا وقتها واحد ينجموا هما يماركيو شفناهم ثلاثه لاعبين هذوما براتيكمون ما وصلوش لي 30 متر ادفيرس معناتها لي 30 متر ادفيرس بيان سور ثم نقاط استفهام كبيره وحنا كنا نعرفوها من قبل شنو هي ليتا دو فورم نتاع وكيفاش الرجوع نتاعو للفريق الوطني فخر الدين بن يوسف نشوفوا لا كورب ديسوندون توا عامين على الاقل عامين باش ما نكونش معناتها باش ما نكونش ميشان كيما يقولوا نتاع فرجاني ساسي تكلمنا المره الاخرى تتذكر اسلام على السخيري ذكرنا على السخيري سخيري لو جوار نتاع كولوني واللي قلنا مطلوب واللي واحد وكل سخيري زيرو ابور اوفنسيف لي جوار كيما ذاك اللي عندهم لو بروفيل هذاك هاو يماركي في كولوني هاو تلقاه في لي 16 متر 50 ادفيرس لذا وقت تقول لي انت لي كونسيني من الاول انه لي زاريير لاتيرو انه لي زاريير لاتيرو معناتها ظهيرين ما يهبطوش متفاهمين اي ما يهبطوش هذوكم ما تنجمش انت تطلب من لي زاريير لاتيرو يا حمزه مثلوثي وعلي معلول اللي هما بيورمون اوفنسيف قول ما يطلعش لا معناتها ردا على ملاحظه نتاع اسلام قال لي لي كونسيني انهم ما يهبطوش يا سيدي نقولوا انه لي كونسيني اللاعبين هذوما ما يهبطوش بيان كيما قال ما نجمش معناتها نحكي على شفناه مش شفتهمش طلعوا برشا الزوز علاش قلت لك انا علاش قلت لك ما لا نقطه الاستفهام شبيهم الزوز هذوما ما طلعوش بكل نقطه الاستفهام الثانيه فينو لابور اوفنسيف نتاع لي دومي وبعد وقت تبدا عندك زوز لاعبين كومبليتمون اور دو فورم دو ماتش اللي هما فرجاني ساسي وبن يوسف وقت تفهم بعض الاشياء وبعد نرجع للصوت الثاني اي التغييرات اللي صاروا في الصوت الثاني ما جابوا حتى شيء انا شفت